نحن نقف هنا يعني بمحكمة الاستئناف من داخل الجمعية الوطنية حماشرة المعطلين بالمغرب من بعد الدعوة التي وجهت لنا من طرف عائلة الشهيد أيت الجيد محمد بن عيسى للحضور ولمؤازرة وللمطالبة بالكشف عن الحقيقة والحقيقة كاملة في اغتيال الشهيد أيت الجيد محمد بن عيسى. وحينما نقول الكشف عن الحقيقة كاملة نتحدث يعني بشكل أولي يعني عن من دبر ومن نفذ ومن دعم ومن قدم الدعم اللوجستيكي للفيالق الظلامية ولفيالق يعني العدل والإحسان وكذلك فيالق تجديد الطلابي أو الوحدة والتواصل سابقا يعني الدراع النقابي أو الدراع الطلابي لحزب العدالة والتنمية. أولا نحن كاتحاد الوطني طلبة المغرب موقع ظهر المهرز نتواجد الآن أمام محكمة الاستئناف في إطار يعني هاد الجلسات ديال المحاكمات بين قوسين اللي كيتعرض لها قتله ولا مثلا الناس اللي نفذت بشكل مباشر جريمه في حق مناضل والشهيد أيت الجيد محمد بن عيسى. لكن الاشاره لابد منها هو ان هاد الجريمه لا يمكن مقاربتها بان القوى الظلاميه يعني في شخص القوى الظلاميه في التسعينات هي وحدها التي ارتكبت الجريمه، لكن هي كانت مجرد اداه لارتكاب الجريمه.